في عهد زايد انهمر الخير على كل بقعة تئن من فرط الحاجة، واستمر ذلك العطاء في عهد خليفة، العطاء بالأرقام والإحصائيات مع ندى الريسي، فلنتابع. نشأة الدولة وحتى الآن ما يزيد على 163 مليار درهم تم تقديمها لمكافحة الفقر والمرض والجوع والأزمات الإنسانية في كافة أنحاء العالم، وبلغ متوسط المساعدات الخارجية للدولة في العام 2009 نحو 8 مليارات و 980 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 90 دولة حول العالم. وتشير الأرقام والإحصاءات المتاحة إلى أن حجم المساعدات الخارجية لدولة الإمارات بلغ خلال عام واحد أكثر من 1% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، وهو ما يفوق النسبة التي قررتها الأمم المتحدة للدول المتقدمة كحد أدنى لتقديم المعونات إلى الدول النامية، والبالغة 7.4% من إجمالي الناتج المحلي، بينما لم يصل كثير من الدول المتقدمة إلى النسبة التي قررتها الأمم المتحدة. قدمت الإمارات مساعدات تفوق المنصوص عليها في الأنظمة الدولية، وهو ما يجعلها تتربع المرتبة الأولى على مستوى العالم في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية مقارنة بنتاجها المحلي، وهو أمر جعل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يصف دولة الإمارات بأنها ليست مركزا ماليا واقتصاديا، بل هي أيضا مركز إنساني مهم على الساحة العالمية. وما يميز النهج الإنساني لدولة الإمارات فضلا عن كونه العالمي الطابع، فإنه يستند إلى اعتبارات إنسانية بحتة تمليها طبيعة الشعب الإماراتي الأصيلة وقيادته الرشيدة المحبة للخير والعطاء، انطلاقا من التزامها بالمبادئ والقيم الإسلامية السامية وإيمانها بأهمية تعزيز العلاقات الأخوية والإنسانية مع مختلف الدول والشعوب في العالم. فالهدف الأسمى والمحرك الرئيس لكل المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات هو خدمة البشر أين كان انتمائهم الديني أو العرقي أو الثقافي.